غادي مش تستافد مثلا من الدعم. نو نبقاو نخليو هذه القضيه ديال الدعم دعم التسيير في انتظار انه هذه الجمعيه يدار لها مجموعه من التكوينات باش كيفاش توجد مثلا المشاريع ديالها. بوكوا با علاش؟ لان حنا ما بغيناش المساله ديال الاقصاء ديال اي جمعيه كيفما كانت. هنا كاينين هنا جمعيات بغاو يشتغلوا بغاو يديروا كل واحد في المجال ديالو كل واحد في سميتو، ولكن ما سانونفيش بانه نعطيها هذاك ديك الفرصه باش دير المشروع ديالها. شكرا. السلام عليكم، تحية للجميع. عبد المجيد بوصبر، ممثل جمعية قسم اللغة العربية للتعليم والتدريب. سأساهم في المبتدأ وهذا المشروع بعض الملاحظات البسيطة التي تهم بعض الجوانب التقنية فيما يخص الاستفادة من دعم بعض المشاريع. جاء في إطار الشروط المالية أنه يكون تعين على الجمعية فتح حساب بنكي خاص بالمشروع، بمعنى أنه في كل مرة تقدم الجمعية بمشروع جديد يجب أن تفتح حساب بنكي آخر جديد. بمجرد أن ينتهي المشروع ينتهي معه حساب، هذا ربما فيه نوع من الأعباء مضافة على الجمعية. لأن إذا فتح حساب بنكي خاص بكل مشروع ربما هذه نقطة تستفيد نوعا ما. ثم هناك شيء آخر هو أنكم تشترطون في الآلية والكفاءة للجمعيات أن تتوفر على مقر الاحتضار حساب النشاط. هنا إذا كان قد المشروع مثلا، مع أنه هناك مجموعة من المقرات التابعة للجماعة، ورغم ذلك عندما تود الجمعية الاستفادة منها ربما تكون قابل أوقات الشغل في تلك الأفكار. ثم قلت لدي إضافة أخرى فيما يخص لجنة انتقال المشاريع كما قال زميلكم وزميلنا، لكي تكون هناك نوع من الشفافية لكي يكون الطرف الثاني مقترح حضور ممثلي الجمعيات المقدمة للمشاريع. أنا مختلف بالنسبة في نهاية المطاف، أنا من طرحت على الاتفاقية هذا المشروع لأن كانوا شي مداخلات، يعني أنه ربما النقاش هو نقاش هنايا خصكم هو نقاش فلسفي بدرجة كبيرة. علاش؟ إلا أنا كنفهم هذه الاتفاقية اليوم توضع من أجل واحد الحاجة، أنه باش نمنعوا باش الجماعة تمنع داك ديك القضيه اللي كيجي واحد الانسان من بعد كي عنده دوري وكيخصو الكؤوس ولا الشواهد وكيجي كيقول لك مثلا راه خصني البون ديال المازوت باش نمشي، ولا راه هنا فين كاين المشكل، راه لان الاتفاقيه غاديه في هذا الاتجاه. ولكن مع ذلك بانه راه كيبان لي مازال هذه الاتفاقيه خصها الدراسه وخصها باش توصل للهدف ديالها. شكرا سي سعيد. شكرا سيد المسير. بالنسبه لي غندخل في الموضوع ديال القسم السادس عشر لجنة انتقاء المشاريع، اقترح ما يلي. يعني تضمن هذا الفصل ثلاث فقرات. الفقرة الأولى تشير إلى تشكيلة اللجنة. الفقرة الثانية تشير إلى معايير ومؤشرات ديال الانتقاء. والفقرة الثالثة تشير إلى يعني الحق في الطعن. إذا كان ممكن باش تكون المسألة أكثر ديمقراطية. أعتقد بأن الفقرة المتعلقة بتشكيلة اللجنة الطبيعة ديال الاختصاص ديال اللجنة والعمل ديالها يكون تقني. ما فيه شق يعني اي شق طبيعه تقنيه يشتغل على المعايير والمؤشرات اللي دار شبكه الملف فيه كذا فيه كذا فيه كذا والسلام عبر صالح. ديك الساعات تبلغ الجمعيه يعني بشكل اشكال وتشعر بان المشروع لديه منطقه للاسباب التاليه ولا حق في الطعن امام جهات معينه. وشكرا. لجنة دائمة.